واكيد هيكون معايا دلوقتي فريده العسقلاني لاعيبه النادي الاهلي، واللي قدرت ان هي النهارده تتالق في المباراه وقدرت ان هي تحرز اكتر من نقطه. فريده طبعا ببارك لك، فوز كبير ومهم النهارده على النادي الاهلي، على النادي الصفاقسي 3-0. كنت متوقع ان المباراه تكون مش بالسهوله اللي شفناها النهارده، ولا كنت شايف ان المباراه ممكن تكون صعبه قبل؟ هو طبعا الفريق الصفاقسي ده صعب، يعني تقريبا اصعب فريق موجود هنا، فاحنا كنا متوقعين ان احنا مش متوقعين نتيجه، بس متوقعين ان احنا نخش نعمل احسن حاجه عندنا، وده مستوانا ان احنا نكسب 3-0. ده احنا فعلا احسن منهم بكتير، فاحنا لعبنا بمستوانا وعرفنا نكسب 3-0 الحمد لله. يعني شايفه ان الفرص ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي اصبحت كبيره ان احنا نحقق البطوله السنه دي؟ طبعا ان شاء الله. الفريق ده كان اقوى فريق، فان احنا نتغلب عليه دي حاجه كويسه، فان شاء الله الفريق هم كسبوا فريق جزائري، فان شاء الله فريق جزائري هيبقى اسهل يعني ان شاء الله. اقوى فريق شايفاه في البطوله مين مع النادي الاهلي؟ يعني ان شاء الله النادي الاهلي هو الاقوى، شايفه مين اقوى فريق مع النادي الاهلي؟ ما هو كان الصفاقس يعني هو المفروض. دي كانت اصعب مباراه انت كنت شايف؟ دي كانت اصعب مباراه موجوده. يعني حابه تقولي ايه لجمهور النادي الاهلي كان بيساندكم سواء النهارده او؟ احب اشكرهم جدا، هم على طول جنبنا وكل حاجه، وجد هم اللي بيدونا روح في الملعب، من غيرهم ما كناش هنعرف نعمل كل ده، واحب اشكرهم جدا يعني. ان شاء الله ربنا يخليك. لسه متواصلين اكيد عقب هذا الفوز الكبير. ايضا معايا احد لاعبات النادي الاهلي اللي ما شاء الله عليهم النهارده قدموا مباراه كبيره، مباراه حماسيه، نور ياسين، شابه اكيد يعني لعيبه مهمه جدا بالنسبه لسيدات الطايره بالنادي الاهلي. ببارك لك يا نور، مباراه كبيره، بس انا عايز اسالك على الحماس اللي انت بتلعبي بيه ده، بكل الماتشات بيبقى كده؟ طبعا، هو طبعا عشان روح الفانيلا الحمراء طبعا والجمهور اللي بيجي بيساعدني جدا ان انا دايما العب بحماس، لان المكسب بالنسبه لنا حاجه اولى، فاحنا لما ما بنكسبش بيبقى الموضوع صعب جدا. بس شفتي بقى المباراه النهارده ازاي في ظل ان احنا كنا متوقعين ان احنا نشوف مباراه اصعب من كده امام فريق الصفاقسي؟ والله احنا الحمد لله بسبب الجمهور، الحمد لله وفضل ربنا طبعا، البطوله او المباراه بتاعت النهارده كانت اسهل بكتير مما نتوقع، لان الجمهور سهل علينا ب 50%، وطبعا الحمد لله بارشادات كابتن حمدي الصافي الحمد لله عرفنا نكسب المباراه. تعليمات كابتن حمدي الصافي ليكوا ايه النهارده قبل المباراه؟ كانت تعليماته كان كل لعيب في الملعب احنا عارفين هو هيعمل ايه، وممكن لو هو وقف السلاح ده ايه اللي يقدر يستخدمه تاني ضدنا، فالحمد لله قدرنا الحمد لله نتوقع اغلبيه الحاجات اللي ممكن تحصل. المباراه الجايه هتكون مع الفريق الجزائري مجمع البترول الجزائري، اكيد هتبقى مباراه اقوى وان شاء الله هتكون حاسمه بشكل اكبر ان احنا نفوز بالبطوله. ان شاء الله، لان المجمع الجزائري لعبنا برضه في النهائي البطوله العربيه اللي فاتت وكان قوي جدا، وعلى ما اظن ان هو اتعود على الجمهور بتاعنا، فيعني يا ريت نطلب من الجمهور كله يجي عشان نخوفهم. الجمهور مهم. طبعا مهم، جمهور الاهلي من اكتر الجماهير اللي فعلا ليها تاثير على الفرقه المضاده وليها تاثير علينا طبعا. الرسالة اللي حابة تقوليها لجمهور النادي الأهلي بعد مساندة كبيرة جدا سواء النهاردة أو امبارح خلال المباراتين دول؟ الحمد لله، بعد فضل ربنا الشكر ليكم طبعا إن أنتوا سهلتوا المباراة جدا وخلتوها يعني أسهل مما نتوقع الحمد لله، ويا ريت نتمنى نشوفهم في النهائي إن شاء الله. لا، في البطولة العربية طموحاتكم إيه السنة دي يا أيه؟ طبعا البطولة الأفريقية دي أهم حاجة عندنا، والدوري إن شاء الله والكاس، فنبدأ نعمل تاني اللي هو الرباعية اللي إحنا بنعملها كل سنة إن شاء الله. شكرا نور. لا عفوا. طبعا دي كانت بعض اللقاءات يا كابتن هيثم، اكيد فوز كبير ومستحق للنادي الاهلي. معايا كابتن شروق محمد، احد اللاعبات البارزين جدا في صفوف النادي الاهلي. شروق، برحب بيكي في البدايه وببارك لك على اداء النهارده وعلى النتيجه، واكيد فوز مهم جدا للنادي الاهلي. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. شفت المباراه النهارده ازاي في ظل ان اكيد فريق الصفاقسي فريق قوي مرشح ان هو يفوز بهذه البطوله، وكان منافسه او كله كان بيتوقع ان اللي هيفوز في مباراه النهارده هو اللي هيبقى اقرب؟ فرقه الصفاقس فرقه صعبه جدا، هي من بطوله افريقيا اللي فاتت يعني، وهي بتنافس اصلا على اللقب. احنا نازلين النهارده مركزين جدا يعني، بعد كمان مكسبهم امبارح على الجي اس بي اللي هو المجمع البترولي الجزائري، النهارده نازلين مركزين يعني. قعدنا مع كابتن حمزي، عملنا سكاوتنج كتير قوي عليهم، عملنا محاضره قبل الماتش يعني بنعرف نقاط ضعفهم ايه يعني. الحمد لله كسبنا مكسب بسهوله يعني، وطبعا ده يرجع للتمارين الكتير اللي احنا بنعملها وجمهور النادي الاهلي طبعا يعني. انت احد لاعبات الخبره في النادي الاهلي، قولي لي دايما بتتكلمي مع زمايلك ازاي قبل المباريات المهمه او البطولات المهمه زي دي؟
هو احنا دايما قبل البطوله قبل الماتش بيبقى فيه محاضره، دايما بقعد مع كابتن حمدي. طبعا في حاجه بيني وما بينه كده، يعني ان هو لازم بنقرا الماتش قبل ما بنلعبه، يعني هو بيقول لي على نقط الضعف اللي هناك ايه. الكلام اللي هو بيقوله لي بقى اقوله للعيبه اللي معايا. من خلال بقى اللعب بعرف انا سيستم، يعني كل بوزيشن انا برفع لمين وبعمل ايه. يعني المنافسه خلاص، شايفه النادي الاهلي اقرب للبطوله؟ ان شاء الله باذن الله، بس احنا برضو عندنا المجمع البترولي في الفاينل ان شاء الله. ده ماتش برضو مش سهل، احنا مش عشان كسبنا النهارده فهو خلاص يعني يبقى كده كسبنا البطوله، لا برضو لسه. ان شاء الله البطوله تنتهي ونكسب ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله. انت متوقعه النهارده المباراه تبقى بالسهوله دي؟ يعني النادي الاهلي قدر انه يفوز بنتيجه 3-0 زي مباراه سبورتنج امبارح، كنت شايفه او متوقعه ان الفوز يبقى بالسهوله دي؟ هي المباراة على فكرة مش سهلة، هي فرقة صفاقس فرقة كويسة جدا، فرقة محترمة جدا، المباراة مش سهلة، بس احنا عشان ضغطنا من الأول احنا كنا مركزين. بالظبط، احنا عشان ضغطنا من الأول فهم بيفوقوا، هي دي بس الميزة بس مش أكتر. لو احنا مشينا نقطة بنقطة هنصعب علينا يعني الماتش، بس الحمد لله نزلنا مركزين الحمد لله، يعني فالماتش بالنسبة لنا كان كويس الحمد لله. دور الجمهور معاكم مباراة النهاردة، جمهور ما شاء الله كان كتير جدا وساندكم بشكل كبير جدا، وأيضا مباراة الأمس، شايفة دور جمهور النادي الأهلي معاكم في البطولة دي؟ هو جمهور النادي الاهلي 50% من المكسب اساسا، يعني حتى البطوله دي والبطوله العربيه اللي فاتت هم 50% من المكسب. دايما بيدعمونا ورانا في كل حته، فان شاء الله برضو يجوا ماتش الفاينل وبطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك. ميرسي. طبعا اكيد ردود افعال كبيره جدا لعبات النادي الاهلي عقب الفوز النهارده على فريق الصفاقس التونسي، وفي حضور غفير لجمهور النادي الاهلي اللي اكيد كان ليه مفعول السحر في هذه المباراه. لكن ايضا معايا في هذه اللحظات احد لاعبات النادي الاهلي، ايه حمدي. ايه طبعا برحب بيكي وببارك لك فوز كبير وعريض النهارده على فريق الصفاقس. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. مش سهل مباراة، يعني هي يمكن كانت صعبة فنيا، لكن النادي الاهلي من خلال تركيزه ومجهوده خلال المباراة قدر انه يفوز بنتيجة 3-0. شفتي المباراة النهاردة؟ احنا كنا مهتمين قوي بالماتش ده، كنا عاملين له حساب قوي، خصوصا ان هم مدعمين باتنين اجانب، كنا مركزين جدا. شفنا كابتن حمزه قال لنا نقط الضعف بتاعتهم، النهارده الحمد لله قدرنا نلعب على نقط الضعف دي، عشان كده الحمد لله قدرنا نكسب الحمد لله. انتوا كلاعيبه كلاعبات بتتكلموا مع بعض ازاي خلال الفتره دي، البطوله على ارضنا في حضور جمهور النادي الاهلي، مركزين ازاي وشايفين المنافسه على البطوله شكلها ايه؟ احنا يعني مركزين قوي في البطوله دي، لان خصوصا البطوله على ارضنا، وطبعا الجمهور لما بيجي بيحضر بيدينا دفع اكتر ان احنا نركز في البطوله دي. واحنا كمان ان شاء الله عايزين ناخد الرباعيه السنه دي الكامله، فان شاء الله يعني نركز وناخد البطوله دي ان شاء الله. مش مركزين في البطوله دي بس، رباعيه اكيد ده شيء مهم، وده النادي الاهلي وجمهوره دايما متعود عليه. طبعا احنا مش يعني احنا طبعا بنبص خطوه خطوه، احنا دلوقتي في العربيه مركزين فيها، بس احنا برده بيهمنا الدوري والكاس، وان شاء الله افريقيا برده على ارضنا، فان شاء الله تبقى بتاعتنا ان شاء الله. المباراه المقبله امام المجمع البترولي مباراه حاسمه ان شاء الله، من خلالها النادي الاهلي يبقى خلاص تقريبا خد البطوله ان شاء الله. هي البطوله يعني خلاص هيبقى اخر ماتش لينا، فاحنا برده هنعمل لها حساب، خصوصا هو ماتش امبارح كان مش ماتش سهل خالص، كان 3-2 بالعافيه، فاحنا برده عاملين لهم حساب، وان شاء الله نركز ويبقى البطوله بتاعتنا ان شاء الله. شكرا يا بتوب. ميرسي جدا. شكرا. طبعا دي كانت لقاءاتنا عقب انتهاء هذه المباراه بفوز النادي الاهلي على فريق الصفاقسي التونسي بنتيجه 3-0 في هذه البطوله العربيه رقم 19 لسيدات كره الطايره. فوز اكيد مهم للنادي الاهلي زي ما كان فوز الامس امام فريق سبورتنج بنتيجه 3-0 ايضا فوز مهم جدا للنادي الاهلي. طبعا النهارده خطوه مهمة وجديدة للنادي الأهلي الفوز بهذه البطولة والحفاظ عليها للموسم الثاني على التوالي. أكيد مش هننسى دور جمهور النادي الأهلي كان متواجد النهاردة وأيضا خلال مباراة امبارح، أكيد ليهم دور كبير جدا في فوز النادي الأهلي في مختلف بقى اللعبات زي ما شفنا النهاردة في كرة الطائرة، قبل كده كرة القدم، كرة اليد، الباسكت. جمهور النادي الأهلي أكيد دايما بيبقى هو العنصر الأساسي في فوز أي فريق أو أي لعبة من الألعاب الرياضية في النادي الأهلي بأي بطولة أو أي مباراة أكيد مهمة. نبارك طبعا لكل جمهور النادي الأهلي وكل الأهلاوية هذا الفوز المهم النهاردة وهذه الخطوة المهمة نحو البطولة، نتمنى أكيد الاستمرار من قبل سيدات كرة الطائرة في النادي الأهلي وأيضا كابتن حمدي الصافي المدرب لهذا الفريق، ونتمنى لهم أكيد كل التوفيق خلال المباراة المقبلة إن شاء الله أمام المجمع البترولي الجزائري، عشان تكون خطوة أكثر أهمية نحو الحفاظ بهذا اللقب المهم جدا أكيد للنادي الأهلي وجمهوره. عودة لك يا كابتن عزيز.